إعلان من وزارة الكهرباء في صنعاء عن تخفيض أسعار التعرفة الحكومية. تعرف على التسعيرة الجديدة. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة صنعاء اليوم عن تخفيض جديد في أسعار الكهرباء المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء من 243 ريال للكيلووات في الساعة إلى 230 ريالاً للكيلووات في الساعة. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ التابعة لحكومة صنعاء عن مصدر مسؤول في الوزارة توضيحه أن القرار الصادر من وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي نص على تحديد سعر تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة لجميع فئات المشتركين ذات الشريحة 1 و2999 كيلووات في الساعة من قبل مناطق المؤسسة العامة للكهرباء بما فيها مناطق التوليد المستقل ب230 ريالا لكل كيلووات في الساعة في الدورة النصف الشهرية ابتداء من الجمعة 20 شعبان لعام 1445 هجري الموافق 1 مارس لعام 2024. وكما نص القرار على بقاء التعرفة لبقية الشرائح على ما هي عليه وفقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1445 هجري الصادر بتاريخ 20/7/1445 هجري الموافق 31/1 لعام 2024. واستثنى القرار التعرفة الاستثنائية المنخفضة في محافظتي الحديدة والجوف. وأشارت الوكالة إلى أن هذا يأتي في إطار حرص قيادة الوزارة والمؤسسة على التخفيف من معاناة المواطنين خصوصا في شهر رمضان المبارك